السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير. انا معكم اخويا الطوب، شي حاجه ملكيه اليوم في 16، الزرق مليح تبارك الله. ونخليكم مع الفيديو، وما تنساوش جيم وابوني وبارطاج. يلا الدراري، صباح الخير الخوت. كيف ما كتشوفوا، هذه الربعة ديال الصباح، وحنا دابا وصلنا المديونة. حنا غادي نشارجيو الخيل، وان شاء الله غادي نوريكم الخيل كيفاش كيتشارجو في هذا الفيديو حتى هو. ونتمنى يكون نهاركم مبارك. هاد العيبة اللي حايد لي دابا، هذه كتسمى الشكال. هادي الا كان العود كيضرب ولا شي حاجه كيديروها لي، واخا يكون العود كاع ما كيضربش كيديروها لي باش ايفيتي، ولا كانوا جوج كره ولا كانت شي حاجه. صافي، وكنطلعوا بهاد الطريقه. بسم الله، زي 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 حاولت نطلع هنا باش نشد لكم الرحبه كامله. المهم، هنا بلاصه البقره الوالده، راهو كيف كتشوفوا هذيك مع الوليده ديالها، وديك البلاصه اللي لهيه رحبه ديال العجل، فين كيشبه العجل هذه الفوق الضروبات. خويا زين الله يحفظك، اللي هي الفوق كيشبه الضروبات اللي هي الفوق. وتما الرحبه ديال الغنمي، رايا كيف كتشوفوا شو فوالا الرحبه ديال الخي. رايا شا الله يحفظك. كيداير صاحبي؟ هاني بخير. اش طاكو في الدم؟ خمسة الملايين. عاود مليح تبارك الله. الله يحفظك، مرحبا. الله يحفظك، مرحبا بك خويا الزين. اييه مرحبا بك اخويا. الله يسعدك. شطاوك اخو. او بالوما، كي داير اخويا الزين؟ الله يحفظك. اش داير هذا في السن؟
تقدر تفروا لينا الله يحفظك باش يعرفوا الناس شنو هو الجموع؟ انا اخو انت هذا هو الجموع كتكون عنده سنه كبيره صغير وكيكون هذا الناب يلاه باقي صغير ملي كيكون صغير كيكون العود يلاه كيجي في الجموع ملي كيكبر هذاك الناب صافي واش عطاوك؟ الله ما عندوش كارطه واقع لا هون عندنا واحد جوج دوار راه ما عندهم كارطه زيد زيد بالو مال قدام زيد تحية خويا سعيد الله يحفظك هو كي جاك السوق 16 مزيان كي جاتك اجواء بغينا نسولوك الاخ عندك عندك سير لي سير لي هاد العود ديالك ديالي اخو اييه علاش واش عطاوك عمي عنده الكارطه ياك شارك شمن اقليم كان مشارك هذا شمن اقليم كان مشارك داخل هو الذهب ياك ما مع النصيحي لا بوعو ياسين بوعو ياسين اه عاود زيد تبارك الله وكي جاك السوق 16 ها ما كاينش الثمن اليوم وبنادم كلشي كيتسكى وبالنسبه للصنك 50 درهم بزاف 40 درهم يا 40 درهم بغيت نقول لك 50 درهم في 3 سيدي بالنهار خلصنا هنا 40 درهم حيت بالتجهيزات شويه ناقصين نهارك مبارك الله يسخر مولاه طلب شويه الثمن وعطينا 360 هو كيقول لك عطيني جوج واش عطاوك هادشي بشايب 800 واش داير السن؟ خويا حميد كي داير؟ الله يحفظك سلام اخو هاد العود تعطات فيه الصباح 8:30 في السوق 16 ربعي وا سيدي مو وا سيدي احمد وا هذا خويا الدم اللي دخل السطات اليوم 8 مليون تبارك الله دير المال اوكي المليح اخويا شعيب الله يصلح اسمح لي الله يحفظك الله يحفظك دير الخير ديالي واش عطاكم في هاد الزرقاء شطاكم في الزرق كي داير ابو محمد هاني الله يحفظك كي داير السوق ابو محمد اييه اش عطاو في هذا العود هذا 5 الملايين كارطه ديال عدو 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 له مزيان ياك مليح مزيان ايوا حاجه مزيانه انا جاي عندك اخويا انا عجبني كي داير مولاي تحيه للناس مراكش لا لا كاين مليح كاين مليح ابو اخويا مرحبا بالتليفون ولا بلا تليفون باللي بغا يشي اخويا كي داير انا اشرف كل واليد بخير هذا ماشي اللي كانوا عند سعيد لا لا هذا الزرق الزرق لا لا انا ما عارفش مولاه اش عطاكم في البرقي 4.5 البرقي عطاهم جوج 9 مليون ياك بس هو
واش عطاوك اخويا في الزرق؟ اخويا عطاوني 1,600,000. 1,600,000 13,000 درهم. يدير بخير الله يحفظك. وشحال دابا هذا وانت كاسب هذا العام؟ مده شويه راه تقريبا ندوز هذا الشيء. قالوا وجهي مزيان، قالوا وجهي كيفاش؟ شي 5 سنين وكل. الله يصلح. امين بخير. الله يحفظك. خليه حفظك ليا ودي 10. الله يحفظك. والله يصلح اللي جبت. سوق بارد من الشا خويا، من الشا. وقت باغي الماء. ولكن الحمد لله، كيداير الوالد؟ بخير الله يحفظك اخويا، الله ينورك، الله يسهل. امين اخويا الله يحفظك. المقدم ديالنا. كيداير سيدي؟ لاباس عليك هاني. صحيح. كي جاتك اجواء في السطاج؟ اجواء زوينة العمس. والوقت الوقت باغي الشا. باغي الماء. شحال شوية من. الناس ما زعماش. الناس ما زعماش. ما زعماش. وسطات كي كيجي هي من قيه حقيقه ولا كان الناس ما زعماش وسطات الله عمر هضره اللي كيجي شي بهما كيسمعش فيها صراحه تقول داكشي اللي كاين هذا الله عمر هضره الحمد لله الحمد لله باش نعاود هاد السطات وبغيت نسولوك واحد المعلومه الناس بزاف كيسولوها وكل شنو كيقول بالنسبه للعلف الا بغيتي العود تشبعو تقريبا شحال يتقال العود الا بغيتي تشبعيه كيمشي حتى 40 درهم 50 درهم في النهار الا بغيتي يكون العود مزيان شبعان دائما يبقى مليح 40 درهم 50 درهم هذا اييه والعود كيبغي العنايه كيبغي كنشكروك اخويا على هذه المعلومه الله يحفظك كنشكرك كيدير اخويا هاني صحيح واش عطاوك السي مجد 300 اش داير في السن جاي اللور بكام يوقع شويه شويه خيلوا فلوس ازرق ازرق واش عطاوكم فيهم؟ 10% هذا هو ماكرو هذا معروف معروف ولد الكمال طريق ولاد سعيد عاد الله يربح الناس غنبيعوا لهم هذو والزرق والزرق زرق 5 ملليتر تاع 10 وما كاينش الطوبون من دار داكشي اللي تبغي انا اخويا المليح ابو اسماعيل خويا اشرف هو من على السوق بالي بالوريقات ديال واصل دابا لتسعود ونص العود اللي وصل واحد واحد تبارك الله السلام عليكم واحد واحد تبارك متبوس ترى شكون؟ لا نعرف شكون هو الحق نحط هنا كيو الله يسلمك عاود عاود تسعود ونص اللي عطيني دابا انت نصوب والله في اخويا كيخسروا فيه الهضره ما خلاص اه لا خدامش هذا ديال الجمهور ما تقول الجمهور كريم سيناء هذا ديال الجمهور هذا تقول مع الصحاب الحافظ الله يحفظك الله يحفظك عاود مالك تبارك عاود مالك يا مولاه اللي ما هوش او سي بشعيب تعال تعال واحد دقيقه تعال او بشعيب او بشعيب تعال تعال واحد دقيقه وسير عطينو 9.5 عطينو 9.5 حقيقيا واش تسيري كتصور ولا سيري كتصور انا بيع وشري الا قال الله يربح نقول له الله يربح بالتليفون جار الله يربحك ما كاينش تخرشي الله يحفظك الله يحفظك صغر بكم الله يحفظك انا عارف عارف صافي يا حبيبي شد الراجل جنيه لا نادي العاود نادي العاود شادين فك خوتك هذا رحال
صافي المحامي خلصان يا وسولات عليك الغالية ما بها مشهر يا إذا ناوي تغدر قولها رفعك هضرب وزيد اش رفعك هضرب وتخسر حسن خسر حسن لا لا في اليوتيوب يوتيوب فيه عمر بيبيع ثور ب 4.5 على فلوس والله يدمنها فلوس يضربوا على الخبز عربي والله العربي اقول ابو رزق اش كيما هربوا ولا هربوا نوفتك نوفتك فيش الله يطرا منك وبلعك نيو يا غير بغيت لا بلاتي بلاتي الدري بلاتي بلاتي اللهم بارك على الماكلة دار الكرام ماكلة كل بيدك وبرجلك بلاص كرام اشرف بلاص كرام ولا ما بلاص العنايه خلي وكيكسب المليح سير خرج 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 ما يدير المليح ما يديرو كيديرو قدامه انا اللي كسبوش هو كاع كيكسب المليح ولي جا وحدو نيت اش داير هذا تستنى صاحبي فرفر اثنين هي عنده عامين ونص ثلاث سنين كتراوح اثنين ما بين عامين ونص ثلاث سنين صافي خلي خلي كيكونوا عنده جوج سنات القدام كبار والاخرين صغار واش عطاوك هو المعلم هو صاحبي اش عطاوك اش عطاوك فيه 4.5 ما عندوش كارت لا حيديتك شتني كيفاش كيكون هو سليمان اش عطاوكم فيه مليون و70 وي والله يسهل امين واحد سؤال كيسولون اخويا المجابعين قال لك السيدي اللي بغيتي تشري العود شنو هما المواصفات اللي باش تشري اللي بغيتي تشري العود كتكل على الله اول مواصفه كتكل على الحي لا يموت
الديفوات اللي كاينين الديفوات انا غنوريك العود ديال الملك وديال الشعب كيتشرى من عند المعرفه لا فيه الديفو يرجع المولاه وشنو هما الديفوات اللي كاينين في الخير كاين الديفوات كاين لي طوندو كاينين كاين عظم واحد المرض كيقولوا عظم جراد كيخرج هنا في اسمو كاين الشوك كيخرج في الركابي كاين العود اللي دماغه مضر كاين وضو الخيل يوقف هو السيمانه اللي فاتت السيمانه اللي فاتت كنتي دويتي معنا على الكرموز كيفاش الكرموز كاين في الخيل الزرقاء ياك ما عندهم ما كيدير الكرموز السلطه ديال الله على الخيل الزرقاء دوي معنا ادريس كبور المشرقة الملقب السلطان الكحل الله يحفظك قول لي يا خويا الديفوات اللي كاينين في الخيل الناس راه كيسولونا ما عارفينش قال لك الديفوات اللي كيكونوا في الخيل الزراد كاين الكرموس كاين الوجعه كاين الامراض راه بزاف كاين القفوله كاينين الرواول كاين الرواول شنو هما الرواول اللي سمعهم الرواول هو العنب كينوض من الدار العنب كينوض عندهم في الحنك كيلتوشي الحنك ديالو ما يخليش ياكل وما يخليش يصح كاين العودي عامر حناش السلام عليكم خويا عثمان اليوم غبرتي اخويا اخويا الله جيت كنا مرولين مع الخيل وشويه دخلنا شي لا خيل ايوا ما كاين باس قول لي يا اخويا بغينا نسولوك الناس كيسولونا بزاف كيقول لك زعما كاين لك انت باغي تشري عود شنو هما المواصفات في هذا العود اللي خاصهم يكونوا وعلاش خاصك تقلب ديفوات خاص تقلب اخويا العود من اول حاجه تشوف عظام الجراد عظام الجراد كيكون لور ديال العود كيكون في جهه الركبه الركبه وهذا عظام الجراد اش كيدير كيتكون من البروده كيتكون من الخيل كيتكون صغير ولا وشنو كيدير ليهم شنو هو الاضرار اللي كيدير اي بدن كيف واش كيعراج العود واش كيدير كيعراج كيولي بحال الفراك واحد شويه من اللور وكيعرج برجلو كيولي بحال دابا قلنا العود لا ليك مثلا هنايا تحول العساك تما ومن العصب ان شاء الله من هنا العصب وباش عاود من هنا القفوله كيتسمى من هنا هو العود بس قلب خاص العنق يكون مليح العنق مليح يكون الماده اييه لا شادر مزيان سيدي مشرفي بنادم يخدم على الرحمه الرحمه هنايا راه كاين شي واحد هنا شي سمساره وهذه يديو اكثر من 120 ايوا احسن الالوان اللي خاصهم بيدي ليه الدهم اخويا المعروف عند صعيد وطني حليفي كتقول لي الدهم والبرقي محروق والزرق مغلوق ولا خويا ولا خويا الصوت هذاك الشيء اللي كاين هذا انواع ديال الخيل هما اللي معروف بحال شي عاود يكون رواش ولا قمري هذا القمري كيكون مرقوبين شويه في الثمنه وكيكون فيهم حتى الكرموس داك الشيء علاش بنادم كيهرب الكرموس وداك الشيء كلشي بنادم ولا كيهرب منه وكيدير السوق ديال الجزائري اليوم انت راك كتبيع وتشري في الخيل ديالك يا خويا محرك شويه الجزائري محرك شويه ياك هذا ما كايناش الخيل القليله القليله غتفقد ايوا فهمتي ولا لا الخيل غتفقد الخيل كتنقار كتاكل الجنون بزاف كتذبح 100 عود في السيمانه اه 100 عود كتذبح اكثر فلا في كازا كازا في بطوان هراوي اييه كتذبح في كازا وكيذبح في مراكش كيذبح في وجده واش كتنصح الناس اللي باغيين ياخذوا شي عود يقلبوا العيب ويطريتوا بنادم ما يلحقش يشري عود يطريتوا يستعن بشي حريفي صاحبه يعرفه داك الشيء يستعن به ويشري الصغر ويشري اللون صعيب على الواحد يشري عود بوحدو صعيب عليه اي واحد صعيب عليه يشري عود بوحدو قالوا خاص السعان ايوا هادشي اللي كاين حليفيو كيتصيدوا ضروري ما كاين حليفيو كيتصيدوا خويا الخيل الله يرحمه ايوا والله يعطينا الغيث اللهم اعطينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ايوا والله جبتي سير خويا عثمان الله يحفظك شوفوا خوت من بعد ما تفرجتوا في الفيديو كيف جاكم الفيديو واللي عنده شي تعليق يخليه لينا في كومونتير واللي ما دايرش ابوني يدير ابوني باش ديما يوصلوا الجديد ومرحبا بالخوت مرحبا بكم وتحياتي الله يسهل على خوتنا البارديه كاملين الركابه البارديه مالي الخيل والكسابه ديال الخيل هاي الشتاجيه نهار الاحد باذن الله وغادي نتكرموا وغادي يعطينا الله الصيف وغادي يجينا الله من الهيف امين الله يسهل على الجميع الله يسخر الله يجيب